أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، أقدمها لكم أنا محمد الوهيبي. وفي نشرتنا، محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء كندا علاقات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة، الهلال الأحمر يقدم مساعدات رمضانية في 7 ولايات سودانية. حياكم الله. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل الثنائي بين البلدين وإمكانيات تعزيزه وتنميته بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها على المستوى الإنساني والاقتصادي، وأهمية سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا لمنع تفاقمها، وأولوية توفير الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة والحفاظ على حياتهم، بجانب ضمان سلامة العاملين في المجالات الإنسانية وتأمين الممرات لإيصال المساعدات. كما هنأ رئيس وزراء كندا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة نجاح دولة الإمارات الاستثنائي في تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الصربية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا لصربيا. وأعرب سموه عن تمنياته للشعب الصربي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار، كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أم الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدمت الهيئة مساعدات رمضانية عاجلة للأشقاء في السودان. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أم الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدمت الهيئة مساعدات رمضانية عاجلة للأشقاء في السودان لتلبية احتياجات آلاف الأسر في ولايات الخرطوم وجنوب كردفان، كسلا، النيل الأزرق، نهر النيل، الجزيرة والولاية الشمالية. سعيد وأخواني أعضاء السفارة وكذلك فريق الهلال الأحمر الإماراتي أن نكون اليوم في حضرة الأمين العام لاستقبال الطائرة التي تقل المير الرمضاني المقدم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. هذه الطائرة تأتي أيضا في إطار جسر جوي امتد لمدة 3 أيام، حاملا مير رمضاني إن شاء الله سيستفيد من أكثر من 70,000 إن شاء الله من الأخوة الأشقاء في السودان.
ووجهت سمو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسرعة إيصال المساعدات لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية وإيلاء عناية خاصة للأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف جائحة كوفيد-19. نشكر الشيخة فاطمة ونسأل الله ربنا يدخل الجنة ويجعل إليها في ميزان حسناتها. فنحن نشكر لها هذا السعي الطيب الذي تعودنا دائما في مثل هذا الموسم موسم رمضان أن يأتينا كل عام هذا المير المبارك. وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحركت على الفور جسرا جويا من 5 طائرات غادرت تباعا إلى العاصمة السودانية، نقلت مئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية يرافقها وفد من الهيئة للإشراف على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات السودانية المعنية بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم. مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية والتنموية على الساحة السودانية تعزز قدرات الشرائح والفئات الضعيفة وتعمل على تحسين أوضاعها الإنسانية المعيشية وتساهم في توفير ظروف حياة أفضل لها من خلال تلبية احتياجاتها الأساسية. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أرض الصومال إزاء الحريق الذي اندلع في سوق العاصمة هرقيسة وأسفر عن عشرات الإصابات وخسائر مادية جسيمة. وعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن وقوفها إلى جانب حكومة أرض الصومال وشعبها في هذا الحادث الأليم وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت شبكة الحكومات المرنة اختيار حكومة دولة الإمارات للرئاسة الدورية للشبكة للفترة 2022-2023، فمن المقرر أن تتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئاسة المجلس الوزاري الخاص بالشبكة. نشرة علوم الدار مستمرة وتتابعون فيها بعد وقفة قصيرة. أمنية الإماراتية تحقق أمنيات 9 أطفال في مؤسسة مجد يعقوب في محافظة أسوان في مصر. رحلتكم رحلة جيل من أجل وطن عليه أن يجاهد ويتسلح بالعلم ثم يعود ليتسلم الراية. أنتم جيل مهم. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. في أبو ظبي ثقافتنا رسالة تتناقلها أجيال تميزت بإبداعها، من خلالها نتواصل مع بعضنا وعبرها يتواصل العالم معنا. ثقافتنا روح مجتمعنا وكل واحد منا يضيف لمسة فريدة عليها لنحلم ونتألق ونلهم ونتميز معا. ثقافتنا لوحة غنية تعبر عن حاضرنا وترسم لنا دروب الغد. معا نحيي ماضينا، معا نفتخر بما أنجزنا، معا نمضي قدما.
ثقافتنا قلب مجتمعنا النهضة، ومن خلالها ننتمي. أهلا بكم من جديد، وإلى مستجدات تلقي لقاح كوفيد-19 في الدولة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 6861 جرعة من لقاح كوفيد-19 ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى اليوم 24,565,592 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 248.38 جرعة لكل 100 شخص. والآن إلى إحصائيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 441 حالة جديدة، هذا وأجرت الوزارة 192,574 فحصا جديدا أسهمت في الكشف عن 244 حالة إصابة جديدة بالفيروس. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة. أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أعلن عن اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة. من أجل سلامة كل مرتدي مسارات الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أصدر لائحة تنظيمية خاصة لتنفيذ أعلى معايير الأمن والسلامة في قطاع تأجير واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، وتتضمن اشتراطات مزاولة هذه الأنشطة والتزامات مستخدمي الدراجات والمتطلبات الفنية لاستخدامها، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال. وفق اللائحة التنظيمية، يقتصر ركوب الدراجة الهوائية والكهربائية أو السكوتر على راكب واحد فقط، فيما يجب استخدام الطرق المحددة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة ولبس الخوذة الواقية والالتزام بتعليمات السلامة التي يتم توفيرها من الجهة المشغلة، وقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية في المسارات المخصصة لها متى وجدت، وفي حال عدم وجودها يجب استخدام تلك الدراجات في الطرق الفرعية فقط، فيما يجب استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية بطريقة آمنة في جميع الأوقات مع توخي الحذر وتجنب القيام بأي أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة مستخدميها والآخرين. حققت مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية أمنيات 9 أطفال من المصابين بأمراض القلب في مؤسسة مجد يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان في جمهورية مصر العربية، والذين كانت أمنياتهم الحصول على أحدث السيارات الكهربائية وكذلك الأجهزة الإلكترونية الحديثة. إسعاد القلوب وجبر خواطرها من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، تلك الرسالة النبيلة التي حملتها مؤسسة تحقيق أمنية لزرع الأمل في قلب كل طفل مريض، وفي مؤسسة مجد يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان في مصر، كانت لحظات إنسانية غامرة بالفرح. كنا احنا اليوم جدا سعداء بتحقيق أمنياتهم، قد تكون هي صغيرة بالنسبة لهم لكن تعنينا الكثير، وهي أمنيات كبيرة بالنسبة لنا. وهذا اليوم بعد ثاني خطوة لنا بعد القاهرة، وجودنا اليوم في أسوان، وجودنا اليوم مع إخواننا المصريين، تحقيق أمنيات أطفالنا، الأطفال الصغار
القلوب الصغيرة، فجدا سعداء بهذه البداية إن شاء الله بإذن الله. مجرد رسم البهجة على وشوشهم ويعني إسعادهم بالحاجات اللي أنتوا عاملينها حاجة إحنا مبسوطين قوي منها، ويعني من أكتر الحاجات اللي بنشوف ان هي بتاثر في 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 العلاج، في رحله العلاج الطويله بتاعتهم، خصوصا الاطفال اللي ميؤوس من علاجهم للاسف، اللي عندهم امراض قلب ميؤوس من علاجها. فيعني شكرا على تحقيق امنياتهم، وشكرا ان انتوا بذلتوا المجهود في الحاجات اللي انتوا بتعملوها معاهم. 9 قلوب للبراءه المنهكه التي اضناها وجع المرض، لامستها الامنيات كالبلسم مع عائلاتهم، لتلملم ابتساماتهم المبعثرة وتلهمهم الصلابة وتمنحهم الشجاعة للمضي قدما نحو المستقبل المشرق على الرغم من الألم. مبسوطين جدا النهاردة أن أمنياتنا اتحققت، وكل الأطفال كان شعورها فرحان جدا بالأمنيات اللي اتحققت. كنت محتاجة أن أنا حاجة تفرحني، كان نفسي جدا في الآيفون، وبجد فصلت بيه قوي. أنا عملت 4 عمليات وخفيت ونفسي أقلع دكتور. أنا كانت أمنيتي اللي أنا أجيلي بلايستيشن، ولما أكبر أبقى طيار، وهي جاتلي وأنا فرحان أوي. ساهم التعاون بين مؤسسة تحقيق أمنية ومؤسسة مجد يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في إضاءة شعلة الأمل والتفاؤل ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى وأسرهم. للقلوب أمنيات كمفاتيح السعادة، سحرها كالترياق، يشفي الأسقام ويمحو الآلام ويزرع الابتسامة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الرئيسي من مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية. نشرتنا متواصلة، وفيها بعد قليل في الأخبار الاقتصادية. ثاني الزيودي يؤكد إكسبو 2020 دبي أسهم في تسريع التعافي من الجائحة ونمو القطاعات الاقتصادية. السؤال يقول: كم هي فترة حمل الناقة؟ 1 12 شهر، 2 9 أشهر، 3 6 أشهر. عشان تربح ويانا بكرة أو قعود من نسل بنات جبار، ما عليك إلا أنك ترسل رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية: أهلا بكم من جديد. الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية نوجزها لكم في هذا التقرير. أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تقوم على نهج التفاؤل والإيجابية والريادة والعمل للمستقبل،
وشدد على الدور الكبير لإكسبو بوصفه محركا رئيسا ساهم في تسريع عملية التعافي وتحقيق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يؤسس لانطلاقة جديدة للدولة في ضوء مشاريع 50 الاستراتيجية وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات الهادف إلى تحقيق النمو المستدام. يذكر أن إكسبو 2020 دبي احتضن ملتقى الاستثمار السنوي 2022 بمشاركة وفود من 174 دولة لاستكشاف فرص الاستثمار عالميا وفي أسواق دولة الإمارات، بما يعزز مكانة الدولة باعتبارها إحدى أكثر الوجهات الاقتصادية حيوية في العالم. أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إطلاق مشروعها الاستراتيجي لإنشاء منصة متكاملة لبيانات الأمن الغذائي والزراعة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص. وتتيح المنصة توفير إمكانية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي لدعم اتخاذ القرار وفقا لأفضل ممارسات العمل في إدارة وحوكمة البيانات، كما ستوفر توقعات علمية بشأن الإنتاج والاستهلاك وتوقعات العرض والطلب للسلع الغذائية، بما يضمن توفير تحليل دقيق لمستويات الاكتفاء الذاتي من خلال رصد نسبة الإنتاج المحلي مقارنة بحجم الاستهلاك وكفاية الاحتياطي الاستراتيجي. أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية قاعدة بيانات لرصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية كأحدى المبادرات التابعة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والتي ستساعد على معرفة استهلاك الطاقة والمياه في المباني وتحديد المباني الأكثر استهلاكاً بهدف وضع برنامج ومشاريع للترشيد تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية وتقليل التكاليف التشغيلية في المباني الحكومية بهدف زيادة كفاءة أهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة هي النقل والصناعة والبناء بمعدل 40%، وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزراعة والمباني ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة معدل إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%. أكد نائب رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية أن بلاده ودولة الإمارات تتمتعان بإمكانات استثنائية وبيئة استثمارية واعدة تسهم في تقديم المزيد من فرص الاستثمار والأعمال التجارية المشتركة، والتي تعكس التطلعات البلدين نحو شراكة اقتصادية فاعلة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام. وأشار إلى أن جمعية الصناعة والأعمال التركية توسياد تمثل 80% من حجم التجارة التركية، مؤكدا أن توسياد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي يشكلان شريكين مهمين لتوثيق العلاقة بين البلدين. اختتمت أبوظبي للإعلام تغطيتها فعاليات إكسبو 2020 دبي بسجل حافل من البرامج والمبادرات الإعلامية التي استطاعت على مدار 6 أشهر في أن تسهم في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم. وتكللت جهود أبوظبي للإعلام خلال تغطيتها لإكسبو 2020 دبي عبر جميع منصاتها الإعلامية المقروءة والمسموعة والمطبوعة والرقمية بتسجيل 2055 ساعة بث تضمنت 68 فقرة وبرنامجا ومبادرة إعلامية، والتي استقطبت 25 مليون مشاهدة و65 مليون ظهور رقمي، إلى جانب استضافة 1123 ضيفا خلال تواجد فريقها في 200 جناح مشارك في هذا الحدث العالمي. المدار وصلت إلى نهايتها، نذكر بالعناوين. محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء كندا علاقات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة، الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات رمضانية في 7 ولايات سودانية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.